بميدان المرموم لنتواصل هنا في ربع الأشواط على البركة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الأسماء تبحث عن ناموسي هذا المساء، تبحث عن ناموسي هذا الشوط، تبحث عن الفوز والانتصار. نسير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول. ما شاء الله، هناك الأداء الراقي والإثارة الطاغية هنا في ميدان دستور. وليف يأتي على المركز الأول، ولكن ما شوف عنده وليف. سالم بن سعيد بن سالم الزرعي بدأ يسير إلى الصدارة والمركز الأول. النصر علي بن شطيف بن عبد الله الهاشمي بدأ ينطلق إلى المركز الثاني، المركز الثالث. الوصول من مرشح خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي وصل راعي حماية ليقدم انطلاقة مرشح، ولكن الجانب الآخر. الله الله الله، الأسماء القادمة والمنطلقة. سراب حمد بن عبد الله بن سالم الوهيبي، وصل الوهيبي يبحث عن ناموسي هذا الشوط، يبحث عن الانتصار. هناك الدخول أيضا، وأيضا الدخول من هو شمرد عبد الله بن سعيد بن السعيد النعيمي. أعود إلى وليف اللي على الصدارة. بدون وليف بالفعل يا بن غراب، هناك وليف على الصدارة، وليف على المركز الأول. سالم بن سعيد بن سالم الزرعي بدأ يبحث عن السيارة، وبان المفتاح يا الزرعي. أرى هناك أيضا يشاهد المفتاح بعينه المجردة ليأتي بهذا الانطلاق. أهالي جعلان يحتفلون، ولكن أهالي ميدان الأبيض قادمين بكل قوة. هناك الله الله، القادم سراب حمد بن عبد الله بن سالم الوهيبي، وصل بن فقاحي، وصل بهذه اللحظات مرشح خالد بن سعيد، خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. الله 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 الله، مشاهدينا الأعزاء، إذا هذا هو مرشح، من رشح نفسه. تهانينا والناموس اليوم هنا، الترشيح والفوز. تهانينا لأيضا مالك مرشح خالد بن مبارك بن سعيد بن فقاح الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وليف سالم سعيد بن سالم الزرع، والمركز الثالث كان سراب ايضا حمد بن عبد الله بن سالم الوهيبي، والمركز الرابع حامل الرقم 38 شاهين علي بن سعيد بن حميد الدرعي. نعود بالتوقيت الزمني 10 ثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعين الكرام، من رشح نفسه لزمام هذا الشوط ولسيارة هذا الشوط، خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. تهانينا.